أهلا بكم يا أصدقائي في أفضل فيديوهات سلسلة أدوار الجمال التاريخية، وكيف لا وضيفنا هو عملاق الشطرنج الشاب الأمريكي بول مورفي الذي يعتبره الخبراء أعظم من لمس قطع الشطرنج، ويسمى فخر وحزن الشطرنج، وسنعلم لماذا هذا اللقب، وسنلتقي به في دورين، الأول استعراضي ويلعبه وعمره 12 سنة أمام الهاوي الفرنسي لوكاربنتير وهو يعمل كشاعر ورسام، ويلعبه مورفي بدون رخ، ولكن الذي أدخل هذا الدور التاريخ هو نهايته البالغة الروعة التي بالتأكيد لم نشاهدها وربما لن نشاهدها فيما بعد. أما الدور الثاني فهو أشهر أدوار التاريخ ويعرف باسم دور الأوبرا، وسنتكلم عليه لاحقا. أما لماذا أطلق عليه فخر الشطرنج فيكفي أن أقرأ عليكم آراء أبطال العالم فيه، فيقول لاسكر بطل العالم الثاني: إني أعتقد إن أي هاوي أو حتى مبتدئ عليه أن يبدأ أولا بدراسة أدوار مورفي، ثم بعد ذلك يتطرق إلى الآخرين. أما كابابلانكا بطل العالم الثالث يقول أن قوة مورفي الرئيسية لم تكن في موهبته في التكوينات، بل هي في أسلوبه ولعبه المتقن الموقفي. ويقول عنه بوتفينك بطل العالم السادس: إن مورفي أستاذ غير مسبوق في الأدوار المفتوحة، وربما لن نرى مثله فيما بعد. حتى فيشر المعتد بنفسه فيقول إن مورفي ربما هو أعظم عبقري جاء إلينا. أما هو فيقول قولته الخالدة: ساعد قطعك لكي تستطيع مساعدتك. والآن هل عرفنا لماذا مورفي فخر الشطرنج؟ هيا نرى دوره الأول أمام لوكاربنتير. أما لقب حزن الشطرنج فسنعرفه في الدور التالي. مورفي بالأبيض وبيلعب بدون رخ، وبدأ بإي فور ورد كاربنتير إي فايف نايت إف ثري طالب البيضة، وكاربنتير حماه وهنا لعب دي فور. ده ربما لو كان الرخ موجود يسمى الافتتاح الاسكتلندي، والأسود أخذ البيضة وأصبح متفوق ببيضة ومنتظر أن الأبيض ياخده، لكن مورفي ترك البيضة ولعب بيشوب سي فور، بيهتم بتعبئة القطع وبيصوب على الاف سيفن، والاسود ايضا بيعبق بتيمبو ببيشوب بي فور تشيك، ومورفي لعب سي ثري. وهنا الاسود وجد انه ممكن يفوز ببيضة واخده، بل وطالب بيضة اخر ويكشف كش، ومورفي تركه وقام بالتبييت، والاسود وجد بيضة اخر واخده، واصبح متفوق برخ وثلاث بيادق بل وطالب الفيل. لكن من هنا بدأت المتاعب، والفيل اخذ طالب بيضة الجي 7 ويفوز بالرخ، ولذلك الفيل تراجع سريعا ليحمي البيضة، ومورفي كمل في نقلته القوية بإي 5 بيحوز مساحة في الوسط وبيمنع تعبئة الحصان. وبكده مورفي بيطبق مقولته: ساعد قطعك لكي تساعدك. فقطعه أصبحت حاليا منتشرة على الرقعة، وملكه قام بالتبييت. ولاحظ أيضا أن قطع الأسود ما زالت في أماكنها الابتدائية، ولذلك الأسود لعب دي 6 طالب البيضة وطالب يعبق الفيل، ومنتظر ان مورفي ياخد البيضة، لكن مورفي فجأة بروك اي 1، والرخ اصبح على نفس العمود مع الملك، بل وطالب ياخد بتشيك،
ولذلك الأسود أخذ وتم فتح العمود بين الوزيرين، والأسود يأمل في تكسيرهم، ومورفي تركه يأمل ولعب نايت E5. ودلوقتي الأسود في حيرة، فالحصان والفيل طالبين بيدق F7 بتشيك، بل وهناك تهديد أخطر وهو خسارة الوزير بإن الحصان ياخد على C6 ويكشف كش للملك، وفي نفس الوقت طالب الوزير والأسود هيخسر، ولذلك الأسود مجبر على تكسير الوزيرين. وبالطبع الأسود طالب ياخد الرخ بتشيك، ومن المفترض إن الأبيض هياخد الوزير، وهنا يستطيع حماية F7 إما بالبيشوب E6 أو حتى بالنايت H6، ولكن مورفي خدعه للغاية وترك الوزير وكمل بيشوب F7 تشيك. في الدور الأسود لعب الكينج E7، لأنه لو ذهب للمربع المتاح الوحيد الآخر D8 الأبيض هياخد الوزير بتشيك، ولا يستطيع التغطية بالفيل، وإلا الأبيض ياخده ويفوز، ولذلك لابد من التغطية بالفيل الآخر، لكن هنا هيخسر أيضا بناية C6 تشيك، ولابد من الأخذ، وهنا هياخد البيدة طالب الرخ وطالب الحصان، والأبيض هيعوض خسارته ويفوز، ولذلك الأسود ذهب للإي 7 ومازال بيهدد بأخذ الرخ، وهذه المرة بتشيك ميت، ولابد للأبيض من الأخذ، لكن ليس مورفي الذي يلعب كالمعتاد، ولعب نقلة رائعة درجة الصعوبة 10. مورفي لعب نقلته الخالدة نايت G6 تشيك، دي كش مزدوجة بالرخ والحصان، ولابد للملك أن يتحرك، وإذا ذهب للعمود دي هياخد الوزير بكش، وهذه المرة أيضا هياخد الرخ، ويصبح متعادل ماديا والنتيجة معروفة، ولذلك أخذ الفيل. ودلوقتي طالب الحصان وأيضا طالب الرخ بتشيك ميت، ولا يوجد أي عائل ما ياخدش الوزير، لكن مورفي لعب نقلة أخرى ربما غير معقولة، ومن حلاوتها لن أعطيها أي تقدير. مورفي لعب نقلته اللي أدخلت الدور التاريخ، وهي بالحصان. إلى أين يذهب؟ الحصان ذهب للإتش 8، ويا للعجب، دي كش مات، ربما لم يراها البشر من قبل. والآن جاء ميعادنا مع أشهر أدوار التاريخ، دور الأوبرا. فمورفي بعد فوزه ببطولة أمريكا ذهب إلى أوروبا ليتحدى أبطالها، ولم يصمد أي لاعب أمامه، وأثناء تواجده في فرنسا زار أوبرا باريس الشهيرة، وأثناء الاستراحة دعاه الدوق كارل وكونت إبسورد إلى مقصورتهما ليلعب دور شطرنج، وكان هذا الدور الخالي. مورفي بدأ بE4، وكنت والدوق ردوا E5، نايت F3 طالب البيدة، وعادة الأسود بيحميه بنايت C6، لكن جاءت D6 بيحمي البيدة، وده بيسمى دفاع في الدور. D4 طالب بيدة الE4، والأسود يستطيع لعب النايت F6 ويطلب أيضا بيدة الE4، أو ربما النايت C6 ويحمي البيدة، وليه من قواعد الشطرنج، لكن الدوق والكونت كسروا القواعد ولعبوا بيشوب G4 وبيعبقوا الفيل قبل الحصانين، لكن بكده تم حماية البيدة، لأن الحصان مربوط على الوزير وخرج من المعادلة. ومورفي أخذ على E4، ودلوقتي الأسود في حيرة، فلو أخذ فورا
هيتم تكسير الوزيرين، وبكده هيصبح الحصان محرر وحياخد البيدة طالب الفيل، بل أيضا طالب الاف 7 بشوكة للملك والرخ. ولذلك وجدوا نفسهم مجبرين على أخذ الحصان، ومورفي أخذ بالوزير وبيصوب على الاف 7، وهنا أخيرا الأسود أخذ البيدة وأصبح متعادل ماديا. لكن جاءت له مشكلة ببيشوب C4، والوزير طالب الاف 7 بتشيك ميت ولعبه نايت اف 6، ومورفي كمل في ألاعيبه بكوين B3، بيعمل بطارية مع الفيل بيصوب على الاف 7 وأيضا طالب بيدة B7، والأسود لا يستطيع حماية البيدقين في نفس الوقت، ولذلك لابد من حماية بيدة الاف 7 لو حماه بكوين D7، على أساس أن الأبيض لو أخذ البيدة هيدافع بكوين C6 طالب الوزير وبيحمي الرخ. لكن دي نقلة كارثية، لأن الأبيض هيفوز فورا ببيشوب B5 ويربط الوزير على الملك ويفوز. ولذلك لعب كوين E7 وبيحمي البيدة وبيترك بيدة B7، على أساس أن الأبيض لو أخده طالب الرخ هيكمل بكوين B4 تشيك، كسر الملك وطالب الوزير ولابد من التكسير وينجو ناقصا بيدة. لكن مورفي بالطبع لم يأخذ البيدة، إنما لعب نايت C3 طالب القفز بالحصان إما للD5 أو للB5، وبتم إغلاق الوتر أمام الوزير بكش، وأصبح البيدة B7 متاح للوزير ويفوز بالرخ. ولذلك C6 بيمنع المربعين، وفي نفس الوقت الوزير حمى بيدة B7 والأسود أصبح في أمان، ولكن لا أمان مع مورفي اللي زود آلامه ببيشوب G5. بيربط الحصان على الوزير، وده أول ربط في الدور وحيتوالى الربط بعد ذلك. على أي حال الأسود أفرج عن دوره B5 طالب الفيل، والفيل لو تراجع هيلعب كوين B4 وحيتم التكسير والأسود في أمان. ولكن مورفي لا يرحم وكمل بالتضحية الأولى نايت B5، وفازوا بالحصان فرحين طالبين الفيل. لكن من هنا هيبدأ عذابهم، لأن بعد الأخذ بتشك الأسود في حيرة شديدة، إما يحرك الملك، وهنا الأبيض هيكمل بكاس اللونج ودي أيضا كش، والملك لابد أن يذهب للعمود سي، وهنا الوزير هيتدخل بكش والمات في الطريق. وكان الاختيار الثاني هو التغطية بالحصان، وبكده الحصان أصبح مربوط على الملك، ومورفي زود في عذابه بكاس اللونج، والرخ بتشارك مع الفيل في الضغط على الحصان المربوط، وبالطبع الحصان الآخر لا يستطيع مساعدته لأنه أيضا مربوط على الوزير. والحل الوحيد هو روك D8 وبيحمي الحصان، وهنا جاءت التضحية الثانية بروك D7 طالب الوزير، وبالطبع الحصان لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط، ولابد من الأخذ بالرخ اللي أصبح أيضا مربوط على الملك. ومورفي الشرير زود في آلامه بروك D1، والرخ أصبح مربوط ومطلوب بقطعتين الفيل والرخ، والحصان لا يستطيع مساعدته لأنه مربوط. ولذلك لعب كوين E6 بيفك الربط عن الحصان اللي بيشترك في حماية الرخ، وأيضا طالب تكسير الوزيرين والإفراج عن دوره. لكن هنا جاءت الضربة الأولى لمورفي، درجة الصعوبة 7. مورفي أخذ الرخ ببساطة.
بالطبع الكثيرين منكم بيستغربوا لماذا هذه النقلة لها 7 درجات مع انها نقلة عادية للغاية. فالابيض بيسترد الفرق بكش وطالب الوزير، والاسود ليس لديه اي مشكلة في اخذ الفيل بالحصان، لكن النقلة دي نقلة جبارة بتبدأ تكوينة ولا اروع. على اي حال الاسود اخذ الفيل، لكن هل تعلم ان الاسود هيتلقى المات في نقلتين؟ النقلة الاولى منهم ادخلت الدور التاريخ، درجة الصعوبة 8. مورفي ضحى ايضا الوزير بكوين بي 8 اتشك. بالطبع الملك ليس لديه حركة، ولذلك اخذ الوزير بالحصان، ولكن هنا ظهرت الفكرة فعمود الدي تم فتحه، ومورفي الرائع اعطى المات برك جي 8 شيك ميت. وهنا جمهور الاوبرا واولهم الدوق والكنت انتصبوا واقفين وألهبوا أكفهم بالتصفيق، ليس من الغناء والموسيقى بل من روعة تكوينة مورفي اللي أدخلتهم جميعا التاريخ. فيكفي أن يقولوا إنهم كانوا في المكان الذي جاءت فيه دور الأوبرا. وبعد أن رأينا هذه العبقرية المتفردة، هل تعلم أن مورفي بعد أن طاف كل أرجاء أوروبا ولم يجد أي منافس له، عاد إلى أمريكا واعتزل الشطرنج وعمره لم يتجاوز 23 سنة؟ وبالطبع حزن كل الوسط الشطرنجي، وهنا أضافوا بجانب فخر الشطرنج إنه أيضا حزن الشطرنج. وإلى اللقاء في أدوار أخرى قادمة، ربما مع مورفي إذا كنتم ترغبون في التعليقات. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.